مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما نبدأ حلقتنا عايزة أبارك لنادي الأهلي وأقول له ألف مبروك بعد فوزه على بترو جيت و 2-0 وطبعا تأهله لنهائي كاس مصر بإذن الله. ألف مبروك لنادي الأهلي وكل التوفيق لي بإذن الله في الفترة المقبلة. طبعا النهاردة هنعمل من الوصفات بما أننا قربنا وفي العد التنازلي وربنا يتقبل صيام حضراتكم وصيامنا جميعا يا رب العالمين ودعوات حضراتكم بإذن الله. هنعمل النهاردة العكاوي. العكاوي من الوصفات المحببة قوي عند كتير جدا مننا، ولو هتعرفوا اصلها وفصلها هتعرفوا ان في ناس كتير قوي هي يعني مش بس في مصر منتشره، لا ده هي بره مصر كمان من الوصفات المهمه جدا، وفيها طبعا كميه فيتامينز رهيبه، اولهم انها غنيه بفيتامين د وفيتامين اي والزنك، فهنحكي عنها باستفاضه. لكن اسمحوا لنا هنعمل النهارده طاجن كده للعكاوي، طريقه لطيفه، نحط معاه شويه خضار ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. معانا طاجن العكاوي بالخضار، عندي عكوه، العكوه دي بتبقى الاوكسيتال او الديل بتاع الذبيحه، بتتقطع زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، وعندي معاها اما بصل اورما الصغير او لو عند حضراتكم بصل شرايح مفيش مشكله، اللي يريح حضراتكم. عايزين تحطوا جزر اورما او جزر مكعبات ماشي، شرايح بصل، شرايح فلفل الوان، طماطم، انا حاطه طماطم شري تبقى صغيره كده وتستوي في النص، دي طعم بسيط لكن تقدروا تقطعوا طماطم عاديه. عندي قرن فلفل حار او قرنين زي ما حضراتكم تحبوا، طبعا ثوم مفروم، حبهان وجوزة الطيب، السبع بهارات بتوعنا، مستكة ورق لورا وملح وفلفل وشوية مرق ورشة قرفة او عود قرفة على حسب ما حضراتكم تحبوا. هي طبعا بتدي تيست وطعم، احنا قلنا القرفة الخشب دايما بتدي طعم كده ايه خفيف. تعالوا بقى كده نقول بسم الله، وهبدأ اول حاجة هاخد كده نقطة واحدة بس من الزيت عشان أنا عايزة أسيح فيها المستكة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده بسم الله، هناخد كام فص كده من المستكة هدوبهم الاول، وهاخد كده ايه معلقه خشب الاول ادوبهم هنا، وهنزل العكاوي. بصوا دابوا ازاي خلاص على طول، لازم ماده دهنيه. بسم الله، تاخد تشويحه الاول هنا، يتغير بس لونها كده يبقى لون زي اللحمه بالظبط لما نيجي نشوح كباب حله او اي نوع لحمه، طعمها الحقيقه بيبقى حلو جدا لما بتتعمل طاجن بالخضار، تتصلصل حلو، تدخل الفرن كده تستوي، بتبقى رائعه الحقيقه. في ناس بتحب تسلقها وتقدمها مع الفته، ممكن برضو تتسلق مع اللحم وتتقدم مع طبق الفته، مفيش مشكله خالص. هبدا اخد البصل شوح كده، طبعا تقدروا تحطوا كميه بصل حلوه لو عايزين تزودوا عن كده هتبقى رائعه. هاخد شويه ثوم حلوين، ممكن تكتفوا بس بالبصل والثوم وما تحطوش حاجه غير شويه جزر او حاجات بسيطه، لكن هي بصراحه لما بيتحط لها خضار وبتتاكل كده مع الرز بيبقى فيها نسبه خضار كده وصوص بتبقى جميله الحقيقه. طيب ورقتين من ورق اللورا كده معاها، وبعدين شويه من البسله والجزر، شويه فاصوليا. انا بقى الخضار ده انا عاملاه يعني زياده من عندي، بس هي بصراحه بتبقى طعم الخضار فيها رائع، يعني لما بتسلسل تدخل بقى الفرن في الطاجن كده وتتسبك بتبقى جميله جمال مش عادي. احنا بنديها بس الاول على النار كده تشويحه حلوه وغلوه كده مع المرق، شويه مرق عشان تبقى مظبوطه وتمام.
هاخد كده ممكن قرنين الفلفل دول اقطعهم برضو في النص كده هنا، حطهم معاها كده يدوا طعم حلو. اللي مش عايز حار ممكن يحطه بارد، مفيش اي مشكله خالص، عادي جدا يناسب حضراتكم. وناخد معانا استاذه منال. اهلا وسهلا. صباح الفل على اجمل شيء. استاذه منال ازاي حضرتك؟ كم طمطمه كل سنه وانتم طيبين كلكم بمناسبه الايام الكريمه المباركه ديت علينا كلنا ان شاء الله. نشوح تشويحه حلوه استاذه منال. حبيبه قلب تسلم ايديكي يا حبيبه قلب. روحتي فين؟ هحط عود قرفه. الو العود انا سامعاكي. طعم كده خفيف، اللي مش عايز ما يحطش مفيش مشكله. لا مش سامعه استاذه منال خالص. رشه بسيطه كده من الملح، بسيطه مش هملح قوي، رشه من الفلفل. انا مش سامعه استاذه منال خالص يا ولاد. اوكي يا ريت حضرتك تحاولي مره ثانيه، عايزه اسمع صوتك. وهنحط شوية من الفلفل الألوان. بصوا طاجن نسبة الخضار اللي فيه جميلة، واللي عايز يعمله عكاوي بس بالبصل يقدر، مفيش مشكلة خالص، تحطوا بصل أورمة أو بصل شرايح مع التوم ويتشوح ويتعمل زي كباب الحلة بالظبط، برضو ما يجراش حاجة. نقفل بس كده ونقلب تقليبة حلوة. الريحة روعة ده. وعندي بقى باقي التوابل، السبع بهارات احنا حطينا عود قرفة فانا اكتفيت بيه خلاص، يدي طعم حلو. وحطينا المستكة وحطينا الورق اللورة، باقي لي بس رشة بسيطة كده من الحبهان الباودر، وعندي رشة جوز الطيب. بسم الله. تدي طعم جميل. رجعت لنا استاذه منال، اهلا وسهلا يا فندم. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك حبيبه قلبي. كل سنه وحضرتك طيبين حبيبتي وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. ربنا كده يقعدها علينا كده بالفرحه على امه الاسلاميه كلها يا رب العالمين. امين يا حبيبه قلبي، ودعوات مستجابه باذن الله، وذنب مغفور بامر الله. تسلم ايديكي على الحاجات الجميله، وعايزين بقى نشوف حاجات العيد الجديده بتاعتك عظيمه ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي. ان شاء الله خلال الاسبوع ده احنا، انت عارفه انا بجرب كل وصفاتك لانها فعلا جديده ومميزه وسهله كمان معايا. يا حبيبتي تسلمي لي، ده شرف ليا والله، شكرا ليك حبيبه قلبي. تسلمي. طب مش عايزه اي حاجه معينه؟ عظيمة في البيت، بس انا ما بعرفش الرقاق بتتعمل ازاي. انا اقول لك ده سهل قوي وهنعمله. عينيا انا النهارده هعمل رقاق ناشف، انا هقول لك الرقاق الطري هيتعمل ازاي. خلاص ماشي انا معاكي ومتابعاك اهو. هقول لك دلوقتي. عينيا ليكي يا حبيبه قلبي. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه. الله يسعدك حبيبتي، سلمنا يا رب، شكرا ليكي ولذوقك. طيب الرقاق الطري بيبقى عامل زي العيش الصك كده، انتوا حضراتكم اكيد عارفين. الرقاق الطري مش اهم حاجه فيه ان احنا ما نسقيهوش شوربه كتير، لانه مش زي الرقاق الناشف، فانا بطبقه زي المنديل، واخد اطرافه بس اللي تحت اللي بتبقى ماسكه نفسها دي، اللي هي الحرف بتاعه ده، لما بطبقه منديل وانزلها، هي بس اللي بنزلها كده حاجه بسيطه في المرق او في الشوربه، وبعدين بفرده واحشي بالعصاج زي ما انت عايزه. خلاص احنا هنعمل عصاج دلوقتي كمان، النهارده هنعمل الرقاق الناشف، فهنعمل العصاج هنحشيه زي الرول، هنقفله كده من الجنبين زي ساندوتش الشاورما بالظبط. خلاص وبعدين بنقفله ونحطه في الصينيه نرصه كده، وانا ما بديلوش مرق كتير، انا بديله في ناس بتحب تحط له اللبن زي ما بيعملوا في الجلاش، لكن انا الحقيقه بحب احط له شويه قشطه بسيطه جدا، سواء قشطه بلدي او قشطه عنب زي ما انت حابه، بدوبهم بس في ربع كوبايه كريمه كده، واروح ايه دهنه الوش بس، مش مغرقاه فيه خالص، بدهنه بس دهن كده بالفرشه مع معلقه زيت او معلقه سمنه، ويدخل الفرن، لان هو محتاج يتحمص يبقى ماسك نفسه زي ساندويتش العيش الصاج. وبعد ما بيطلع الساندويتش الكبير ده بنقطعه على ثلاثه، فبيبقى كل واحد ياخد منه قطعه، ده الرقاق الطري. لكن الناشف هنعمله دلوقتي النهارده مع حضراتكم برده، والوصفه اللي تناسب حضراتكم اعملوها، هو بسيط وسهل جدا. طيب هنقلب بقى التقليبه الحلوه دي كده،
طبعا ايه بتبدا هي تنزل. بصوا ما بتحتاجش اي سوائل دلوقتي خالص، هي بتنزل شويه سوائل كده، والخضار كمان فيه شويه سوائل، فبتبدا تنزل بتخليه مظبوط ريحته بقى، هي دي المهمه في الحكايه. ممكن بقى ايه ازود كده كام واحده طماطم هنا كده، ده لو انتوا حضراتكم عايزين تعملوه بالخضار بيبقى جميل جدا. طبعا اصدقائنا اللي على صفحتي وصوني على حلقه الطحال والفشه واللسان، ان شاء الله هتعرض الاسبوع ده باذن الله، هشوفوها هنعمل احلى فشه وطحال ولسان تاكلوه بالهنا والشفا. اللي عايز يعمل سندوتشات، اللي عايز ياكله براحته كده في عيش بلدي مع الطحينه، يعيشوا حياتكم ان شاء الله يعجب حضراتكم باذن الله. عملناه من الف الياء من وقت السلق لحد ما شوحناه وقدمناه. احنا ممكن دلوقتي انا هشوح بس العكاوي كده شويه، وعقبال ما تتشوح وابدا اجهز كده شويه المرق اللي انا هضيفهم هنا واسيبها تاخد غلوه كده هنا قبل ما ادخلها في الطاجن الفرن. هستسمح حضراتكم ان احنا نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نبدا في الشوط الثاني، نشوف هنعمل الرقاق بفضل الله. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بصوا انا شوحت شويه حلوين من الخضار مع العكاوي بعد ما اديتها صدمه الاول. احنا بنعمل طاجن عكاوي بالخضار، نحط فيه شويه خضار عشان ناكله مع شويه الرز كده، فيبقى الخضار مع العكاوي بالرز دي اكله يعني وجبه كده حلوه. حطيت الاول المستكه دوبتها في معلقه سمنه او معلقه زيت زي ما حضراتكم تحبوا، لازم تدوب في حاجه. وبعدين رحت مشوحه فيها الاول العكاوي، حطيت معاها ورقتين من الورق اللورة، وبعدين نزلت معاها البصل. تقدروا تعملوها ببصل وتوم بس زي ما قلت لحضراتكم، اللي حابب بصل القورمه ويحط كميه بصل حلوه زي كباب الحله ويعملها بس طاجن بالبصل، في محلات كتير بتعمل كده وبتقدمها، لكن انا حبيت ان احنا نعملها بقى حاجه في البيت حلوه، فحطيت لها شويه خضار من اللي عندي. عندي شويه بسله حطيتهم، شويه فاصوليا، حطيت جزر، حطيت دلوقتي بقى هضيف البطاطس اخر حاجه. وبعدين البطاطس لازم بعد ما نضيفها، انا ليه ضفت دلوقتي شويه مكعب مرق؟ لانه هي بتسحب شويه من الملح، واحنا مش ايه من الملح بتاع الوصفه، لان البطاطس طبعا حضراتكم عارفين انها بتمتص ايه الملح. يعني لو عندنا وصفه كده فيها خضار مثلا وبقى حادق مننا وحطينا قطعه من البطاطس، تمتص على طول الايه نسبه الملح الزياده دي وتبقى مظبوطه ان شاء الله. دلوقتي بقى انا هضيف، انا حطيت كده هضيف بس شويه ميه تاخد غلوه كده مع بعض. بسم الله، ميه سخنه طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فعش اضيف ميه يعني مش سخنه، حبه كده حلوين، واسيبهم يغلوا بس مش كتير ولا حاجه، يا دوب كوبايه مثلا. بسم الله، وهبدا بقى اغطي عليها كده، هسيبها تغلي مع بعض كده حلوه، تاخد شويه سوا، وبعدين ابدا احطها في الطاجن وادخلها الفرن تاخد ربع الباقي بتاع السوا. عايزين تحطوها من الالف للياء في الفرن وعلى راحتكم خالص مفيش مشكله، هتشوحوهم وتحطوهم من الاول من غير ما تضيفوا بقى، ده تضيفوا الميه وهي في الطاجن وتحطوها في الفرن تبدا تتصلصل بقى وتاخد وتدي مع بعضها زي ما حضراتكم تحبوا. دلوقتي هنبدا نتكلم عن الرقاق. انا طبعا هعمل دلوقتي رقاق ناشف العادي بتاعنا خالص اللي احنا عارفين عليه وتربينا عليه من زمان، قبل ما يبقى موضوع الرقاق الطري ده يطلع ونحاول نطلع له وصفات يعني. طيب هنقول الرقاق باللحمه المفرومه، الرقاق الناشف. طبعا عندي الرقاق، وعندي انا جايبه الرقاق ده من عند يا اما مخبز او من عند الاماكن اللي بتبيع الكنافه والقطايف او مخبز، المخابز بتعمله. وهو اصلا من الاكلات الاساسيه جدا في مصر يعني. طيب عندنا بقى لحمه مفرومه، عندنا بصل مفروم، ثوم مفروم. انا الاضافه من عندي احط شويه كده مكعبات صغيره فلفل الوان تبقى من ضمن الحشوه يعني، وده بيبقى حلو كمان مع الرقاق الطري قوي يا مدام منال. ومعلقه سمنه، وعندي ملح وفلفل ورشه من البهارات، السبع بهارات بتوعنا او بهارات لحمه لو تحبوا، رشه قرفه حسب الرغبه. هاخد كده اللحم هنا، خليني بس ازود هنا النار. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الفلفلايه دي، وسايبه هنا بصوا الايه العكاوي، سيبها تاخد وتدي تغلي دلوقتي. وهنا انا عندي المرق اهو. اولا الرقاق ده لو عندنا مرق يعني مرقه لحمه مسلوقه، او كمان المواسير، مواسير اللحمه من اجمل الحاجات اللي حضراتكم تقدروا تاكلوا على المرق بتاعها او الشوربه بتاعتها، رقاق بتبقى جميله جدا جدا. ممكن نسلق الماسوره ونبدا ان ايه ناخد من المرق بتاعها ونسقي الرقاق، وبتبقى جميله جدا الحقيقه. طيب هبدا اسخن هنا بس كويس،
النار هنا تقريبا مش عالية قوي زي ما انا عايزة، خليني ازود هناك. عايزه اقول لكم ان بالرغم من ان الرقاق ده اكله مصريه يعني بناكلها كتير في العيد ومتداوله عندنا، الا انه يرجع لتركيا برضو. يعني ايام الدوله العثمانيه كانوا بياكلوا الرقاق ده من زمان مش من دلوقتي، وبعد كده راح لسوريين، لسوريا، اهل سوريا. بصوا هحط كده نقطه زيت، هنبدا نعمل شويه عصار كده بصوت ولطاف وجمال، واخلي المرق هنا واخد جزء كده من الحرارة بس عشان يبقى ساخن. وهاخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم البصل، بسم الله. طبعا العصاج بتاع الرقاق بيحب شوية ايه بصل حلوين كده. بسم الله نقلب. طبعا بحط البصل، احب احط رشة ملح وفلفل عشان تساعد البصلاية انها ايه تنزل المايه بتاعتها وتتحمر على طول، وبرده بينكه البصلايه بسرعه فبيبقى طعم البصله حلو كده. نقلب تقليب. انا مع الناس اللي مش بيعملوا العصاج بالعكس، يعني نحط اللحمه الاول وبعدين ننزل البصل، لا بحس دايما ان البصل ما بياخدش تسويته قوي لانه اللحمه بتكون بالفعل استوت وانا مش عايزاها تنشف، فبحب احط البصل الاول وبعدين ياخد التشويحه بتاعته، وبعدين اضيف الثوم، بعدين اخر حاجه اللحم، لان كده كده اللحم بحبه يبقى جوسي شويه. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكله ما الاقيش اللحمه نازله من الرقاق مفرفته وناشفه، ده مش حلو. فاحنا عايزينها تبقى كده فيها طراوه وجميله، وبرده هو كريسبي من فوق. هقول لحضراتكم دلوقتي احنا هنعمل ايه فيه. هو السهل الممتنع، ولكن طبعا لا يعلو على الافران البلدي اللي بيتعمل فيها. في ناس اصلا بتعمل الرقاق ده وتبعته في المخابز يتسوى. زي زمان كان في عرف انه الفرن المخبز يعني يعمل احلى صينيه مكرونه بشاميل، لما تتعمل تروح المخبز لما يبقى فيه عزومات الصواني الكبيره دي تتعمل في تدخل بسرعه عشان تتحمر بسرعه وتطلع شكلها حلو، او في البيوت على الافران القديمه. والله ما فيش احسن منها، فاكرينها الابيض اللي بتاع زمان ده، يطلع احلى صينيه بطاطس لانه كان بيسوي من فوق ومن تحت، وما كانش والله فيه تقريبا شوايه افتكر. يعني الناس القديمه هتقول بقى، ما اعتقدش كان فيه، اصل انا جيت على الجديد. فما معانا ام اسلام، يا صباح الفل. يا صباح الهنا حبيبتي، مني انا يا روح قلبي. حبيبه قلبي كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه وبصحه وعافيه حبيبتي. هو العيد جه خلاص؟ احنا قربنا اهو. ادينا بنستعد اهو. تجعل ايامك كلها اعياد يا حبيبه قلبي. امين، احنا وانتوا كل السامعين يا حبيبتي. يا رب، وامه محمد كلها يا رب ان شاء الله، ويجعلوا كده عيد سعيد علينا، على امه محمد وعلى المسيحيين والمسلمين كلنا. أمين. اخوات يا رب. امين يا حبيبه عمري، تسلمي ويسلم ذوقك والله. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي على كل حاجه. تسلمي. على طاجن العكاوي بقى. ده هيتبعت على طول ده ولا ايه؟ لا ده انا هعمله ان شاء الله بامر الله. بامر الله حبيبتي، دايما عامر حبيبتي، دايما عامر. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. بصي يا ست البنات، قولي لي يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، انا كنت دايما بنشف النعناع في الهواء بس مش بحب احطه في الشمس عشان ما يسودش. ماشي. دلوقتي انا سمعت ان هو ممكن في الميكروويف يتعمل. طب وليه؟ يعني على اساس ان هو يحتفظ بالخضار بتاعه وينشف على طول. بالعكس، هو في الهواء هيحتفظ بالخضار بتاعه، الميكرويف ده لو زاد سن اخد وقت اطول او اقل مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. يعني لازم تكوني جربتيه احسن طبعا. لا انا ما جربتوش قبل كده بس طيب. انا سمعت عليه، انا قلت اسالك. لا انا بصي، انا ست بميل للحاجات الحقيقيه الطبيعيه الكويسه اللي احنا متعارف عليها. في افتكاسات بتبقى حلوه برضو بتسهل، بس مش في كل حاجه. مش في كل حاجه. انا شايفه انه في الهواء افضل، ومش هيسود على فكره طالما بعيد عن الشمس عمره ما يسود. ايوه حطيه جوه البيت. الشمس خالص جوه البيت ده ممكن على السفره ما يجرالوش حاجه، بس المهم يبقى فيه هواء بس. خلاص ماشي. بس لو في شباك مفتوح في الاوضه خلاص، بس ما فيش شمس. اول ما تحطيها ام اسلام دي بعد ما بتجف وتحطيها كده في كوبايه الشاي بترجع خضرة زي ما كانت. ايوه لا انا بحب كمان احطه في المحشي في طيب. في الاكلات هترجع خضرة كما كانت اول ما تتعرض بس للسوائل. ما تقلقيش خالص وتبقى احلى. خلاص حتى الطعم مش هيتغير لانه النعناع بيتاكسد برضو.
فانا ماشي حبيبتي، ده رايي طبعا، وليكي حريه الاختيار يا حبيبه قلبي. طبعا، امال انا بسالك حبيبتي ليه؟ ربنا حبيبت يسعدك يا روح قلبي، تسلمي لي يا رب، يسلم ذوقك، نورتيني وشرفتيني يا ام اسلام يا غاليه والله. هقلب كده تقليبه حلوه، وايه وعايزين نخلي بقى ايه، بصوا اللحمه دي لما بتاخد كده وقتها في التسويه كده بشكل حلو بتبقى جميله. وبعدين انا هبدا اضيف دلوقتي ممكن شويه الفلفل الالوان، شويه الفلفل الالوان دول بقى يا مدام منال لو حضرتك حطيتيهم مع الرقاق الطري بيبقوا جمال قوي. معانا مدام روحيه، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عظيمه؟ يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي مدام روحيه الغاليه، ازيك؟ ربنا يخليك. صدقيني انا بقى عاوزه اكلمك يعني، ابص الاقي مشغوله على طول، حبايبك كتير يا عظيمه. يا حبيبتي وحضرتك من اغلى الحبايب والله. ربنا يخليك ويصلح حالك يا بنتي، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه والسعاده والله، تسلم ذوق حضرتك، شكرا ليكي. طب اسالي عليا يا عظيمه. عيني مدام روحيه حبيبتي، ما اقدرش انا ما استغناش عنكم ابدا والله. الله يخليك يا عظيمه، انا جايبه لك التمثال من ساعتها ومحدش جه خده. تمثال العذراء؟ اه يا حبيبه قلبي، حاضر من العندي والعندي. صدقيني محطوطه اهو في النيش، واقول عظيمه ما جتش خدتها يا حبيبتي. وده باسمك انت. يا رب يخليكي ليا يا مدام روحيه، ما تحرمش منك ابدا، وهاخده ان شاء الله على خير باذن الله. باذن الله. بشكر حضرتك، كفايه انك افتكرتيني، كتر خيرك حبيبتي. شكرا ليكي مدام روحيه والله، شكرا لحكم الحلوه والله، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. يعني انا بصراحه بحب اصلي تمثال العذراء جدا، بحبه اللي فيه صوره التجلي اللي يعني بحبه. ف يعني جات لي صراحه، واسمحوا لي برده اشكر ام اسلام لان هي جابت لي تمثال العذراء وبعتته لي. ومدام روحيه انا اتفاجئت بجد ان هي كمان جابت لي تمثال العذراء وشايلاه على اسمي، فان شاء الله هاخده هبعت وهاخده وكله، هشوفك وهلتقي بيكي وكل حاجه. تسلم ايديكوا وعينيكوا، ربنا ما يحرمنيش منكوا ابدا. بحط بهارات بقى، بصوا بهارات لحمه تمشي، بهارات السبع بهارات تمشي مع ملح وفلفل، حطيت رشه جوز الطيب، دي تطعيمه من عندي طبعا، بتخلي كده الايه العصاق جميل، بيديله طعم حلو. انا مش عايزه انشف اللحمه قوي، ما تنسوش حضراتكم ان اللحمه دي هتخش مع الرقاق الفرن، فطبيعي هيتعرض لحراره. تمام، عايزه ابص بس هنا، بصوا بقى بدا يغلي اهو، عايزه اقلبها بس مع حضراتكم تقليبه كده اللي هي العكاوي. بسم الله، بعد ما حطينا ليها شويه سيبناها بس تغلي غلوه كده هنا، شايفين ازاي؟ وهم هم شويه الصوص دول او المرق اللي حطيناهم او الميه دي هي اللي هتخش بالطاجن الفرن وهتسوي العكاوي بالشكل المظبوط اهي، شايفينها ازاي؟ مش كتير ولا حاجه، بس طبعا الريحه مش قادره اقول لحضراتكم، جميله جدا. ممكن نديها كمان شويه بهارات لحمه من هنا. عايزه اقول لكم من اجمل الطواجن اللي بتتعمل وبتبقى حلوه جدا، وفي ناس بتحبها كتير قوي قوي قوي. يعني نقلب كده تقليبه حلوه بقى للعصاج. بصوا العصاج انا خلاص اهم حاجه انه بصوا ما فيهوش ميه، بصوا انا بعمل كده لحضراتكم عشان لو في ميه تبان. ما فيهوش ميه، نازله في الطاسه، وده المهم علشان اقدر ايه ارفعه بقى من على النار. لكن بصوا هو فيه الروح لسه يعني طري، اللحمه ما نشفتش وانا مش عايزه انشفها اكتر من كده اهو كده. هاخد بقى رشه ملح بسيطه. معانا مدام زينب من القاهره. زينه يا زوزو يا قلبي، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا قمرايا؟ وحشتيني قوي 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 يا روح قلبي، انت اكتر قوي 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 قوي. ميرسي، مبروك للتاهل يا قلبي. الف مبروك ليكي يا روحي، انا عارفه ان انت مبسوطه وفرحانه، الف مبروك للاهلي. انا مبسوطه جدا جدا جدا، الحمد لله، ربنا يسعد كل اوقاتك يا حبيبه قلبي. ميرسي. ماما عامله ايه؟ الحمد لله، انا عملت كيكه وهبعت لك صورتها على الصفحه النهارده. يلا فورا، انت اتاخرتي كده عقبال ما بعتي. يلا انا مستنياها علشان اعرضها معايا ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا روحي، بوسي نفسك من هنا ومن هنا. موه موه. ربنا يسعدك يا زينه، وميرسي لاتصالك وسؤالك يا حبيبتي. انا هجهز الصينيه بتاعتي بقى. بسم الله، اهي بصوا بقى هنعمل في اي صينيه موجوده. طبعا انا عارفه ان الصينيه دي وانا اصريت نعملها النهارده عشان هي اللي موجوده في اغلب البيوت اللي ايه حضراتكم بتحبوا تعملوا فيها، وبتبقى مقاس الرقاق. لكن طبعا اللي عنده حاجات تانية وعايز يستخدمها ماشي، بس طبعا الصينيه دي رائعه.
نشف كده، همسح مسحة بس سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي المرق، سواء مرق اللحمة أو مرق المواسير أو أي مرق موجود عندي، هاخد كده همسح كده مسحة بس في الصينية الحلوة دي هنا كده. وبعدين أول ورقة بعمل جنب واحد بس، إزاي؟ أهي بسم الله. تعالوا كده ناخد الطبق نقربه هنا. هاخد أول ورقة سليمة، هنقيها سليمة مثلا، ولتكن بسم الله هذه الورقة، لا مش دي، ممكن أخد دي. طيب كده خليني أطفي بس النار هنا وهنا كمان. طيب هاخد كده بجنب واحد، يعني الناحية دي أنا مش هبلها، هبل الوش بس، أول ورقة بس من تحت. ليه؟ علشان تبقى مقرمشة، لما أجي أقرمشها وش السمنة اللي تحت هيقرمشها لي، لو أنا حطيتها بالمرق هتبقى طرية أهي. شايفين إزاي؟ اللي تحت ده ناشف. طيب هاخد كده مسحة من السمن بسيطة وأمسح كده، وممكن من القشطة لو عايزين بقى حاجة يعني جميلة ممكن، بس أنا مش عايزة أزود السمنة قوي، أنا عايزاه برضو تاكلوه ما يبقاش تقيل وما يتعبكوش، لأن الواحد في العيد بياكل أكلات كتير قوي بتبقى مختلفة على السفرة وبتبقى معظمها يعني تقيل برضو. خلينا نتكلم يعني. طيب وهاخد هنا كده بسم الله أهو، وهاخد الورقة التانية. غالبا هقول لكم عدد الورق تقريبا هيبقى كام، خليني بس البس جلافز عشان لو مسكتها تاني ابقى انا مطمنه. غالبا بيبقوا اربع ورقات تحت واربعه فوق، او ممكن على الاكثر خمسه تحت واربعه فوق مثلا، يعني غالبا كده. تعمل صينيه كويس على حسب ارتفاع الرقاق اللي حضراتكم يعني تحبوه. هاخد طبعا من معلقه كده من السمن، لازم ايه اروح مسحه مسحه كده هنا كده على وش الرقاق. وبعدين هاخد ورقه كمان بسم الله اهو كده، وهنا كمان بسم الله. مش بنزلها بقى اغمرها تحت في الصينيه عشان تطرى قوي، لا عشان يطلع برضو في الروح يبقى حلو، لان في ناس بتروح جايبه صينيه فيها مرق وتروح مغطصه الايه الرقاقه منيماها ومطريها قوي، لا اهو كده. وهاخد هنا كده والناحيه التانيه، وانا ماسكه كده حاسه بيها انها ايه، والشوربة ما هيش مولعة بس سخنة يعني كويسة زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله هعمل كده، وهاخد مسحة السم هنا. أحلى حاجة في الرقاق ده بقى أنكم ممكن تعملوه صينية وتحطوا على وشه القشطة البلدي أو وش اللبن وتحطوه في الفريزر قبل التسوية بتاعته، يطلع بس يرتاح كده في التلاجة ساعة ولا حاجة، وبعدين تدخلوه الفرن يستوي على طول ما ياخدش من حضراتكم وقت. كده أنا حطيت أربع طبقات. تعالوا بقى ناخد من الحشو كده، ما بنزلش قوي بعيد عن الحروف كده، شايفين ازاي؟ يبقى اللي في الحرف زي اللي في النص، نوزع الحشو كويس. الفلفل عامل شغل جامد، بصوا بقى، والصوص بتاع اللحمه، المهم اللحمه ما تبقاش ناشفه عشان لما حضراتكم تسووه في الفرن ما تتضايقوش ان هو نشف، اللحمه نشفت. طيب هاخد بقى تاني ارجع اعد الورقات بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ونمسح بالورقه والتانيه مسحه سمنه خفيفه بسم الله. حلوة قوي، حلوة قوي، ماشي. سمعت يا نودي، سمعت يا نودي. كده بتتكيلي على السين يا ندى، ماشي. ماشي 7 دقايق، ماشي يا نودي كده. بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا الورق اللي حضراتكم اتاكل منه حته كده نونو ولا حاجه، وبعدين بقى ايه نحطه في النص ما يجرالوش حاجه. بسم الله. وهقول لكم نسبه المرق برضو اللي هنسقي بيه الايه الرقاق ده هتبقى قد ايه. بسم الله. ناخد برضو مسحه الايه السمن. في ناس بتحط كميه سمنه كتير قوي تقول عشان يطلع مورق وناشف، بيطلع بيشر سمنه. يعني طبعا هي كل واحد ليه امزجه، الاكل امزجه، بس بيبقى كتير قوي عشان صحتكم، بس عشان الصحه. اخد دي كده اتنين، دي التالته، بقى لنا واحده كمان ونقفل الايه. بسم الله بسم الله. كده بقى لنا واحده اخيره ونحط مسحه السمنه كده زي ما حضراتكم شايفين، تطلع مرتبه كده وجميله كده. ناخد بقى الورقه الاخيره يبقى شكلها حلو كده اهي. بسم الله. اخر ورقه اهي، هدهن برضو على الوش زي ما قلت لحضراتكم اهي، وش سمنه كده حبه حلوين. دي بقى معلقه حلوه كده هنا. وهعمل كالاتي، هرفع ده بس هنا، هجيب القشطه، اسمحوا لي اقرب الصينيه كده، هعمل كده. بصوا بسيط، بس سنه كده بسيطه بايدي، شايفين ازاي ببطط كده سنه اهي عشان ايه تبقى قافله على بعضها. حلو. وهاخد كبشه واحده من المرق اعمل كده. بسم الله. بس. وهاخد القشطه سواء وش اللبن او القشطه على الرقاق اهو. وبعدين يدخل بقى الفرن ياخد التسويه بتاعته. فرن طبعا 180 ومتوسط عادي جدا على الشبكه في الفرن. بيبدا هو يلون مع نفسه كده وياخد اللون مع التسويه. خلاص تعالوا بقى ندخل الايه شويه الرقاق الحلوين دول الفرن. يلا بينا. بسم الله. هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهنسيبه بقى لما ياخد يستوي وياخد اللون، وما بياخدش وقت، ممكن مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. صح، بس كده حواليها بين القشطه عشان ما تنشفش عليها، ونسيبها جوه الفرن ونشوفها برضو مع بعض. بسم الله. احنا مطلعين واحده وان شاء الله دي تطلع معانا برضو في نهايه الحلقه حضراتكم تشوفوها، بيبقى هناك نقدر نطلعه. بصوا بيبقى مقرمش برضو وجميل ازاي، مخرجنا هيستعرضه دلوقتي. طبعا لو باقي شويه عصاك زي دول ما برميهمش، بروح شايلاهم عندي في كيس بحطه في الفريزر. اي وقت تاني عايز اعمل اي حاجه بالعصاك ده اعمل. عندي بقى رقاق طري رقاق ناشف تاني اهو، بروح محتفظه بيهم في كيس وتمام. وده اللي معمول قدام حضراتكم على الكاتنج بورد. بصوا مقرمش ازاي وجميل وطالع رائع، يعني ايه مش هتتضايقوا انه طري ولا حاجه، ولكن كميه المرق ما تكونش كتير، ما نطريش الورق قوي فيبقى طري قوي فتحسوه كانه فطير. الحاجات البسيطة اللي هي دايما ايه بتسأل عليها دايما معظم الوقت. كده احنا بقينا طاجن العكاوي ننقله سوا مع بعض هنا في البايركس ده عشان ندخله هو كمان ياخد له شوية، بس ده هنحطه في الايه في قاع الفرن من تحت بقى شوية كده. تعالوا نجيب هنا لوج. ماشي يا حبايبي، تعالوا نقدم ده مع بعض. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هو السميع العليم. كده بسم الله. بصوا
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نسمي الله. يا ريحة ايه، وعود القرفة عامل شغل عالي طبعا. احنا عارفين يا فندم، والله كل شيء جاهز، كل شيء مدروس يا فندم. كده هنا عود القرفة كده، خليه هنا في النص يبان كده. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم شايفين كده. الله، يا نهار ابيض، ده كلام كبير صح كده. ورق اللورا، تشيري توميتو كده، نهار ابيض، وايه الخضار ده. عايزه اقول لحضراتكم بيطلع طعمه عسل فعلا، يعني طعم مختلف. شيري توميتو دي بقى تعمل شغل كده، تحسوها كده، وهو ما فيهوش كنس بالطماطم قوي للناس اللي مش حابه يعني، لكن تقدروا برضو لو مش عايزين براحتكم. ودلوقتي بقى استسمح حضراتكم هنطلع ايه فاصل، بعد ما نحط الطاجن القمر ده في الفرن هنطلع استراحة، نرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض بعد الشوطين نشوف هنعمل ايه حل. مستنية حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا العكاوي هوريها لحضراتكم، طلعنا الرقاق الناشف، ان شاء الله هنعمل رقاق طري عشان خاطر مدام منال كمان. دلوقتي بقى احنا بما اننا يعني دخلناها الفرن، اوري لحضراتكم برضو بصه بسم الله سريعه كده عشان تشوفوها، انا نقلتها فوق معلش، والرقاق اهو تحت شايفينه، خليني اقربه شويه اهو شايفين، والعكاوي اهي شغاله ان شاء الله تطلع زي الفل، تاخد بس الوش كده وتبقى قمر بسم الله. وهنبدا بقى نعمل وصفه لطيفه، بما ان عندنا رقاق، واكيد واحنا بنعمل الرقاق ده اتكسر مننا شويه كده، وطبعا في طبق كلنا بنحبه اكيد ام علي، يعني كتير مننا بيحبوا ام علي الحقيقه. وبعدين انا مع الزمن الجميل قوي، يمكن اللي كنا زمان ايه اللي هو الرقاق مع لبن وفانيليا وسكر وناكل الرقاق باللبن. تعالوا نعمل ام علي على الطريقه القديمه بالرقاق. عندي ام علي بالرقاق، هنعملها ازاي؟ عندي رقاق متكسر الكميه اللي تعجب حضراتكم واللي تناسبكم، وعندي لتر لبن سخن، وعندي سكر حسب الرغبه زي ما حضراتكم تحبوا، في ناس بتحب تحليها بالحليب المكثف، عندي نص كوبايه من الكريمه ومعاها وش اللبن، وش اللبن والقشطه دي في ام علي الحقيقيه اصلي قوي يعني مهمه جدا، رشه فانيليا، عندي قرفه عود دي اختياري او احط قرفه باودر مع المكسرات تدي طعم، انا هعمل كده. عندي مكسرات حسب الرغبة، للوش عندي ربع كوباية من القشطة البلدي، وعندي كيس كريم شانتي، وعندي نص كوباية كريمة. بصوا بقى أنا هعمل كالآتي، أنا مش هحط على الوش إلا القشطة، وهاخد الكريمة مع اللبن علشان عايزة تدي طعم كده غني. أم علي دي بقى ليها قصة، وأي قصة، قصة أم علي دي رائعة. طبعا حضراتكم عارفين إنها كانت في العصر الأيوبي أيام عز الدين أيبك، كانت زوجته عنده ابن اسمه علي، وهي كانت زوجته وهو تزوج من شجرة الدر لو تتذكروا، كانت ملكة مصر أو حاكمة مصر يعني في الوقت ده، وهي اللي إيه زوجته اتضايقت جدا وراحت ساعتها وقتلت شجرة الدر، أحط كده كوباية بس، قتلت شجرة الدر في الحمام بتاعها بيقال بالقبقاب، معرفش هو القباب ده اللي هو الخشب اللي احنا عارفينه ولا حاجة تانية بس ماشي. وبعدين رجعت عملت احتفال لأنها كانت سببت في قتل جوزها، يعني شجرة الدر تسببت في قتل جوزها لأنه كانت بتعتبره ضعيف الشخصية. أنا مستشار التاريخ دي حتتي، فأنا بحب، فطبعا انتقمت لجوزها، وبعدين رجعت عملت حلوى وزعتها على الناس بمناسبة قتل شجرة الدر، وكانت هي سميت باسم أم علي لأن هي كان ابنها اسمه علي، وهذه قصة أم علي. أنا بقلب بقى، حطيت السكر وشوية من الكريمة، وده اختياري، السكر لازم يكون حسب الرغبة، في ناس تحبه مسكر، في ناس تحبه وسط، ناس تحبه مسكر زيادة،
براحة حضراتكم، لكن المعتدل دايما أفضل. خليني بس إيه أخد الكم واحدة اللي جم من السكر دول من على الوش كده. حاضر، هشيل دول كده هنا، وبعدين هحط الفانيليا دلوقتي وهوريكم بقى أنا هعمل إيه. بصوا بقى هنا أنا بغلي هنا، وهاخد رشة الفانيليا بتدي طعم حلو قوي مع أم علي. بسم الله، ونقلب نغلي اللبن غلوة حلوة 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 يعني. وبعدين هاخد كده بولة صغيرة أخلط فيها شوية مكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي زبيب، وهاخد معلقة واحدة من السكر معاهم. عارفين الحشوة دي أهو، مش هكتر الزبيب علشان هو مسكر واحنا لو حاطين سكر. وادي معلقة سكر أو معلقتين سكر مع المكسرات، وهاخد رشة من القرفة بسيطة، وبقيت رشة الفانيليا. يعني أنا قسمت كمية الفانيليا شوية مع المكسرات وشوية مع اللبن، قلبت كده مع بعض. تعالوا بقى نوزع. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية الرقاق الحلوين بتوعنا دول هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو مش بقى الباف بيستري وبعدين تقدروا الجلاش، عارفين عجينة، عارفين الجلاش لو اتبقى عند حضراتكم حبيتوا تحمصوه ادوله دهنة كده من السمن وتحمصوه في الفرن هيبقى رائع برضو. هاخد كده شوية وهاجي هنا في النص من المكسرات دي، هاخد كده هرش كده رشة حلو، وبعدين احط شوية كمان. بسم الله، عشان يبقى في كل الرقات في مكسرات. أم علي دي كانت طلبها مننا رودينا، يا رب يا رودانيا تشوفي الحلقة وتعرفي إن إحنا أهديناها لك. كل جمهور الأهلي ومتابعينا من كل مكان، متابعي قناة الأهلي أو وكمان أصدقائنا في النادي الأهلي يستمتعوا إن شاء الله بالوصفة دي. بصوا كده اهم، دي بقى كده شويه جاهزين اهم، شايفين ازاي تدي طعم حلو قوي المكسرات دي. طبعا المكسرات تتحمص الافضل ليها في الفرن، تستمتعوا بيها ويبقى نسبه الزيوت اللي فيها بتطلع مظبوطه، وكمان طعمها بيبقى احلى. هشيل بقى اي حاجه اتبقت مني، باخد دول كده في كيس بحطهم في درج الثلاجه. بقيه المكسرات تنفعني في مره تانية، بعمل ام علي، بعمل جلاش، بعمل قطايف، بعمل اي حاجه الدنيا تبقى تمام. انا سايبه بس اللبن يغلي غلوه حلوه، وهاخد كده قشطه اللبن جنبي علشان بسم الله والمعلقه. بصوا دي قشطه بلدي، شايفين القشطه البلدي دي احلى حاجه في الدنيا مع ام علي الحقيقيه الاصليه. تعالوا بقى بصوا اللبن غلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب كده شويه عشان اتاكد ان السكر كله داب تمام واللبن سخن. بسم الله، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل. طبعا بتاخد كميه لبن حلوه لان الرقاق بيمتص شويه حلوين من اللبن، مش زي الباف بيستري تاخد وتتشرب بسرعه وخفيفه. بصوا خليني ايه اكمل صب، عايزه بس امسح الحاجة. شايفين ازاي لازم تبقى كده غمراها اللبن، ما تتغروش ان اللبن يبقى على قدها انها تتشربه تاني. اعمل كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين، شايفين ازاي اهو اهو. هاخد بقى القشطه دي وهبدا اعمل كده، شايفين ازاي. اوكي اهو القشطه بقى البلدي او وش اللبن اللي عند حضراتكم احلى. ام علي مش محتاجين سمنه، احط سمنه ليه؟ انا عندي القشطه كفايه جدا عشان كمان ما تبقاش تقيله ويبقى ليها تيست وطعم. جربوها كده وقولوا لي. مدام منال لو هتعملي رقاق طري تقدري تعملي منه وصفات حلوه كتير، ان شاء الله هنعمل لكم بيه حاجات حلوه، وصفات حلوه يعني للحلو اهو. شايفين ازاي كل ده بقى هيدوب، وهي اللي هتدي اللون الجراتان واللون الذهبي الحلو لما تخش الفرن. ما بحطش غير عند الشوايه
يعني عشان هي كل المكونات بسيبها بس بره الاول 10 دقائق لازم قبل ما ادخلها الفرن، ما ينفعش ادخلها على طول، بسيبها الاول تتشرب كويس وتبقى تمام. فبقى ظبطت نسبه اللبن وعرفت انه اتشرب كويس فتطلع ما هياش ناشفه قوي، لان لو بيتها يوم في الثلاجه تيجوا تاني يوم تاكلوها تلاقوها فيها طراوه وليست جافه وناشفه. طيب هبدا كده اوري حضراتكم بقى العكاوي نطلعها. بصوا بقى المنظر، بصوا بقى الرقاق بدا يتلون تحت ازاي، مش محتاج شوايه. حضرتك شايفني بالنضاره كويس؟ منورني. بصوا كده اما يجي مخرجنا حالا. الله الله، تعالوا بقى، يا نهار ابيض، تعالوا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وهسيب لكم الرقاق تشوفوه. هطلع بس ده الاول هنا كده. طاجن العكاوي ريحته جهنميزه. بسم الله. بصوا بقى الرقاق، الورقه اللي قلنا لحضراتكم تحت، قصدي تلف لفه بس. انتوا مركزين مع العكاوي اكتر، ماشي. العكاوي برضو يعني ليها حقها. اهو بصوا اوريكم بس ده طلعته لكم فوق بعد اذنك مخرجنا. تشوفوا الرقاق ماشي على مهلك. ده انا ما لحقتش يعني، انا كنت حاطاه تحت استوى. الطبقه بقى اللي قلت لحضراتكم الناشفه، الرقاقيه اللي احنا ما بلناهاش كلها في اول طبقه، هي دي اللي هتتحمص من السمنه وهتبقى مقرمشه من تحت. لان في ناس بتحب ايه تقلبه على البوتاجاز، تحطه الاول راق وبعدين تطلع الراق الثاني ويبقى كده. شفتوا بقى الجمال اهو، شايفين ادي صينيه الرقاق. ياخد بس وش كمان يتحمص تحميصه حلوه اكتر شويه من كده وبعدين ايه نطلعه. وادي ام علي. ام علي زي ما قلت لحضراتكم لازم نستشعر يعني، طبعا هي جت على شويه القشطه دي هنحطهم طبعا اهو اهو عشان تبقى اتخدمت يعني اهو. شايفين ازاي؟ بصوا بقى اوري حضراتكم كده السائل فيها. بصوا بدا ايه، كل ما تتشرب كل ما تبقى احلى. طبعا هتدخل بقى الفرن هتبدا تجف، بعد ما بتبرد بتبدا تجف، الدنيا بتبقى لطيفه جدا. ممكن بقى احط رشه كده من القرفه خفيفه على الوش هنا كده، تدي تيست وطعم كده حلو. طبعا ممكن بقى ندخلها الفرن. عايزين ندخلها لكم دلوقتي؟ تحبوا ادخلها لكم؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، خليني ماشي. يا نهار ابيض الريحه دي يا جماعه. هاخد بس الايه، بسم الله، الفرن اهو شغال والشبكه في النص والشوايه شغاله على الهادي. ونبدا بقى نوري حضراتكم شكل ام علي اهي. بعد ما بتطلع بتبقى شكلها كده، شايفين لونها بيبقى جميل ازاي، القشطه بتسيح وبتبقى رائعه. عايزه اقول لكم الرقاق مالوش حل، بس عايز ايه ياخد الوش كمان. بصوا 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 الجمال، بصوا بصوا الحركه دي، بصوا. يا نهار، انتوا هنا بقى خليكم معايا كمان هنا. بصوا يا نهار ابيض، مقرمش مقرمش. اوه لا 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 لا، انتوا لازم تجربوه حضراتكم وتقولوا لي رايكم فيه وتاكلوه بألف هنا وشفا وصحه وهنا على قلب حضراتكم. عايزين تعلوا بقى الرقاق وتخلوا الصينيه دي اعلى ويبقى خمس طبقات او ست طبقات تحت وسته فوق، اللي يريحكم. وادي ام علي، وعملنا النهارده الحمد لله الرقاق الناشف بطريقه بسيطه وسهله علشان كل اصدقائنا اللي قالوا لسه بيبداوا يعملوه، ان شاء الله تنجح معاكم. عملنا العكاوي، طاجن عكاوي بالخضار رائع ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم. وعملنا ام علي من الرقاق على الطريقه القديمه بالقشطه البلدي الحلوه بتاعتنا. ونستسمح حضراتكم بقى نطلع للفقره الطبيه في انتظار دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه، في انتظار حضراتكم.